في الإنفاق على إخواته. لقب بين الجميع أبو ضحك جنان. محمود خسر حياته على إيد مسجل وأنهى حياته بطريقة وحشية. الأب ربنا يصبره بيقول الحياة رغم اتساعها إلا إنها يعني في نظري لون واحد. ربنا يصبرك ويثبتك ويربط على قلبك اسمه أستاذ رضا. أستاذ رضا كلمني عن القصة كده واحكي لي بقى. القصة بدايتها يا أستاذ أحمد كان بتاريخ 27/11/2023. محمود ابني كان طالب ثانوي الصف الأول سنة من العالم. وجه كان بيت في الأوقات بتاع الفراغ اللي بيبقى فيها يوم ما وراه ما لقاش درس أو ما وراهش يعني تحصيل دراسي كتير. فكان عندي التوك توك لأن كان عندي بنتي مخطوبة كنت بحاول إن أنا أجهزها يعني بحاول طبعا أدي لها أغراض الدرس بتاعها. فجه محمود لما شد شوية وبقى سندي في الدنيا قال لي يا بابا أنا الأوقات اللي أنا إيه في عندي وقت فراغ هركب المكنة وأساعدك فيها. بقيت أداري منه المفتاح وأحوش منه المكنة. يجي زعق مع أمه هنا مش زعق معاه بقى لا بابا انا راجل وعايز اصرف معاه وعايز اساعده. احنا خايفين عليك يا محمود يا ماما. لا بابا كده بحسب ان انا لسه عيل صغير ان انا مش عارف ايه. اما لو بقول لي انت صاحبي مش ابني طب هو فين بقى الصاحب ده وفين صاحب بيعز؟ والله كنت بقول لك كده فعلا في صاحب بيعز عن صاحبه حاجه. ويجي يقول لي يا بابا الحكايه بقى يا ابو منا يا حاج رضا كنت احلى كلام عنك. يا سلام لما كان يخش يقول لي يا حاج رضا ايه يا محمود يقول المفتاح يا عم انا عايز اسوق المكنه شويه عايز يا دي انت مش فيش التكات انت مش وش الكلام ده. حتى كان في جاري واحد لما كنت فاتح محل بتاع ملابس استاذ احمد عبد السلام اخ فاضل بالنسبه لي ربنا العالم انا بعز الراجل ده قد ايه وربنا العالم معزته عندنا كلنا وعندي الواد محمود ابني نفسه. كان يقول له يا محمود انت مش وش تكاتك وكان يقول لي الواد ده مش وش تكاتك. اقول له هعمل ايه يا استاذ هو اللي غاوي كده الحكايه لحد ما حصل اللي حصل. جه في اليوم ده محمود اختفى برن على تليفونه لما اتاخر في الوقت المعتاد اللي بيجي عنه ولقيت التليفون مقفول. دبت في ايديا طبعا في قلبي وجع ربنا العالم بيه حسيت ان في حاجه مش طبيعيه. طلعت طبعا الف في البلد يمين شمال على الطريق اسال اصحابه واتصل باصدقاء ومفيش ناس. لما لقيتنا رايح جايين اول واحد اتقابلت فيه كان الدكتور احمد عرف. تعالى ابو منى انا شفتك رايح مرتين ثلاثه كان طبعا الوقت متاخر دخلنا على الساعه 12 وشويه. في ايه؟ قلت له مفيش يا دكتور. في ايه؟ قلت له والله الامر كذا كذا. مشكورا ركبت مع العربية وقعدنا نلف. طبعا طلعت زوجتي واخواتي على الطريق الدنيا البلد اتلمت. الموتوسيكلات حضرت منين؟ عربيات حضرت منين؟ ما تعرفش. اهل البلد كلهم اللي انا يعني لو شكرتهم من هنا لحد اخر يوم في عمري اهلي مدبوب مش هقدر اوفيهم حق على وفيتهم وعلى شعورهم حتى لما نهاية ظروف انه كان يبقى متواجد ساعتها مش هقدر اوفي حق في زعل على محمود وفي قهر محمود لان هم حسوني فعلا ان هو مش ابني لوحدي اللي هو ابن البلد كلها فعلا يعني. طبعا كل واحد قاعد يدور من ناحيته كل واحد راح في اتجاه طريق من ضمنهم الطريق اللي انا كنت بدور فيه. الدكتور احمد عرابي يقول لي احنا الحته دي اللي ما دخلناهاش اللي كان مرمي فيها محمود اللي هي نمر ما بين نمر وبين عرابي يقول لي نخش الطريق ده. اقول له يا دكتور عمر ما ابني يجي يا ابني نخش السكه دي. اقول له محمود عمر ما يجي لان عمره ما راح الناحيه اللي هناك دي عمره ما راح اتجاه نمر ده خالص. لما كان حتى بيركب التوك توك كان في اتجاه عزبه الخميس عند سعيد الطايفه حته العمرانه دي لكن الكلب الوسخ خالف حته مقطوعه ما بين الاراضي الزراعيه. طبعا ما وصلناش لحاجه. اتصلنا على الاصدقاء اللي بره والقرايب اللي بره كل واحد دور من ناحيته يكون التطبيقات اللي يكون حصل حاجه مفيش. الكلام ده كان يوم الاحد لحد تاني يوم الصبح. طبعا كنت انا في الوقت ده بلغت طبعا في المركز في المراكز سالت في مراكز الشرطه في الاقسام خوفا ان الجمعه تتمسك بالمرور اللي تكتب مسك ولا حاجه. انا بدور والحاجه الغريبه الوحيده اللي حصلت معايا ان محمود كلمني وصرحة صريحة واضح بوضوح بوضوح زي ما انا حضرتك شايفك كنت شايفها هاتف في ودني كده بصوت محمود يا بابا انا مت. انت بتقول ايه يا بابا انا مت بس حقي حقك يبقى انت مت مقتول يبقى انت مت غادر يبقى انت مت خيانه مت في حاجه مش طبيعيه بس بكذب نفسي عمال ماشي في وسط الناس بس انا مش متخيل ان وضع زي ده يكون بيحصل. وبعدين ده يعني ده حاجه يعني حاجه عاده غريبه عن البلد عمرها ما حصلت تحصل. اه طبعا البلد ما فيش حد بيخلي من المشاكل والوش والخناقات كل يوم في الوش ده خصوصا في الارياف كان على ارض كان على جيران كان على موال اسود عليهم على اسمهم بس
ناس بتتدخل والموضوع بيتحل. انما توصل لكده، توصل لان اللي يخونك هو ابن بلدك، عمره حتى لما قالوا لي صفوت انا قلت له مستحيل، مستحيل ابقى واحد من البلد. ما كنتش، كنت بمعنى اصح اهبل وعبيط، ما حطيتش في دماغي ان اللي يعمل في ابني كده اكيد واحد هو عارفه، واتضح فعلا كده. وانا بشكر محمد بيه عمار رئيس المباحث اللي خلال 24 ساعه وصل المجرم للقتل. بس انا لي عتوبه واحده عليه بس، ان هو ضحك عليا وانا بقول له محمد بيه اشمعنى صفوت ده الوحيد اللي بتدور عليه. طبعا ما كانش قال لي معاه شريك ساعتها، قال لي ده مجرد بس شك. قلت له انا لو شاكك في ان واحد بيسرق او بيقتل هشك في واحد واثنين وثلاثه، لو انا مش متوقع هدور في الحيز بتاعه في المنطقه التحقيق على اللي معروف عنه ان هو بيمشي حاجه زي كده، مجرم اثنين ثلاثه زي ما بنشوف الافلام. انما ان انا احط على واحد بعينه كلب وسخ زي ده بعينه، يبقى في حاجه مش طبيعيه، ما ادانيش ضمير. لا مش هو يمكن يعني عشان بيه كان هربان في مصر بعد الحادث، بس قسما برحمه ابنه لو كنت عرفت يا محمد بيه عمار ان صفوت فعلا واكدت لي ان هو اللي ورا الموضوع كنت انا جبت قبلكم، كنت انا جبت قبلكم. مش وش عارف، مش وش انت عارف يا استاذ احمد، ما كنتش هموته. فاكر انا كنت هموت صفوت؟ بالعكس، ده انا كنت هخليه يتمنى الموت ومش هيطول. ربنا يسلمك. والله العظيم ثلاثه يا صفوت انت وشيبس ده كنت هخليكم تتمنوا الموت، تترجوه تقولوا لا لو موتنا ارحم من اللي انت هتعمله. اكتشفوا، اكتشفتوا موت محمود الله يرحمه. ثاني يوم. ثاني يوم الناس عطرت فيه. طبعا شاب معدي بالتوك توك في الطريق ده لقاه جرى على اخوه، جرى على شيخ الغفر في البنوان هناك. في عيل مقتول حكايه روايه. طبعا جت لي المباحث بتاعك في الشيخ هنا. برضه ضحكوا عليا، اطلع ده ابنك ممسوك. ما هو لازم بشوفش ابن، بس انت عايز تشوف ابنك، عايز تشوف اللي في ابنك. انا ما شفتش ابنك ده. ما ينفعش. انا ما شفتش ابنك الا بعد الغسل. خدت محمود في حضني بعد الغسل. حتى محمود احسن. على فكره في ساعات، في ساعات بيبقى ان انا حب عليك حاجه احسن لك من انك تشوفها. انا مش هقدر امنع قدر، انا مؤمن واحد بالله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. وبعدين انا من نوع اللي ابويا مربيني ان المشكله حصلت هقول اسف. ليه؟ اصلها حصلت مش هقدر امنعها، انما انا ادور على حد. فهو اتقتل. هقول لا ما يموتش؟ لا، بس كنت هدور على حق، بس كنت عرفت ايه اللي في ابني. حق ان شاء الله يبقى. انا عرفت اللي حصل في ابني عن تقرير الطب الشرعي، بس في الواقع لا. ده اللي من ضمن الكلام مكتوب بقى في الطب الشرعي، كره الطب الشرعي ذبح بالرقبه. وجرح طبعا في ايديه هنا 2 سم زي ما تقولي من حلاوه الروح. الواد لما حط السكين على رقبته كان بيحاول يدافع، مش حاول يدافع، يا ريت يدافع. لكن تبقى العمليه كانت هوينه عنده بسيطه لو كان محمود مات من وشه، كان عافر معاه وكان ناحوا مع بعض، يا ده موت ده موت، كانت تبقى هوينه عليه. انما اللي محزز في نفسي ان خدوا عياله ابن الكلب، خدوا غدر، جابوا من ورا، ربنا يرحمه. الجرح اللي في ايديه ده نتيجه التحقيقات. طبعا انا عندي 87 ورقه في المحضر، هو حاطط الجرح على ايده. الواد بيقول له ايه يا عم صفوت انت، لحد اخر لحظه هو بيقول له ايه يا عم صفوت انت هتعمل فيا ايه؟ انت هتموتني يعني، انت هتعمل فيا ايه يا عم صفوت، انا ما عملتلكش حاجه. ويجي وكيل النيابه بيقول له طب ما جرتوش من قدامك ليه، او ربطته، او تفيد بسرقه التوك توك. قال له ما انا لو كنت سبته كان راحني فضحني في البلد. ما انت يا ابني 60 سنه مفضوح مفضوح، ما انت اساسا كلب وسخ مفضوح مفضوح، عشت من حرام وتربيت من حرام. بس اقول لك كلمه صح والله العظيم، ابنك ان شاء الله في الجنه. في الجنه ده انا واثق، انا عندي حسن ظن بالله، عندي حسن ظن بالله في كده. بس الفراق صح، معلش معلش، انت مؤمن واحد بالله؟ اه معلش. والوضع الان لا، لو حادثه، لو خناقه كان الوضع يختلف. لو انت عارف لو كان موته ياخد في بطنه في صدره من وشه كانت هتبقى فين؟ انما جت قاتل، لا مش هسيبه. عايز اقول لك سيبه. عارف انا بتمنى من ربنا وبدعي بقول ايه؟ قول يا رب المستشار اللي ماسك القضيه بدل ما يقول يوم واحد على دي وعلى دي، على فكره مش على صفة واحد، على دي وعلى الكلب الثاني بتاع نمر، بدل ما يجي يقول ساعه واحده سجن او يقول اعدام سواء دي ولا دي، يا ربنا يعوج لسانه ويقول براءه. بتمناها من ربنا وانا ساكت، يقول براءه. لا لا طبعا، والله والله ان شاء الله، والله ان شاء الله تحقق بالقانون، هخليهم يتمنوا الموت ان شاء الله، ناخذ حقنا بالقانون ان شاء الله باذن الله الرحمن الرحيم. اول رساله بقى ترى رساله لمحمود ان شاء الله بعد يعني اخذ حقه بالقانون، هتقول ايه؟ هقول له يا ابني انت ابني واخويا وصاحبي، عمري ما هنساك لحظه، لان انت جوايا جوا تيابي، لان انت مش مجرد حكايه تقول لي طب ودني، انت مني، انت دمي، انت لحم، انت مش بقول لك يا ده ابني ده حته مني، لا انت مش حته مني، ده انت كل على بعض، انت كل حاجه فيه. لان انا كنت بقول خلاص الدنيا بدات تضحك، وبقت خلاص بعد عمك احمد هتبقى انت سندي في الدنيا وتبقى روح واجب. جيت في اخر ايام لقيت الواد شد مره واحده، اتاريه كان بيشد وفرحان عشان لقاء ربه، حتى كانت امه تقول له لا انت ادم محمود بتخش اليومين دولت مزقطط وفرحان،
وعمال تضحك ومفرفش، انت ليه كان فرحان بلقاء ربه وانا مش عارف ايه؟ الله اعلم كان ربنا مهيئ له حاجه ومري له حاجه. ربنا يصبره ويربط على قلبه. الحمد لله. والد البطل الشهيد محمود اللي كان يعني بيشتغل مع والده بغرض ان هو يكون سبب في ستره اخته. كنت اسمع الحكايات دي يا استاذ واسمع ام برامج.